كان الإمام مالك يرحمه الله تعالى ويغفر لنا لا يعمل رأيه إذا صح عنده النص، وانتقد أصحاب الرأي بقوله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر، واستكمل: فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تتبع الرأي، وإنه متى اتبعت الرأي جاء رجل آخر أقوى منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا الأمر لا يتم بهذه الصورة.